انطلاق الموسم الرياضي بالنسبة لسيدات كرة القدم في إقليم الجزيرة بمباراة كأس السوبر والتي جمعت بين ناديي أهلي عمودة وقامشلو على أرضية ملعب عمودة المعشب. بعد مباراة ممتعة بين الفريقين توج نادي أهلي عمودة بركلات الترجيح بهدفين لهدف بعد تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لهدف في الوقت الأصلي للمباراة. قامشلو فريق قوي كتير، كان خصم قوي لنا، الحمد لله يعني فزنا عليهم بركلات الجزاء وإن شاء الله بناخد الدوري. وهارد لاك لقامشلو، مبروك، ألف مبروك لعمد. نادي قامشلو قدم مستوى متميز بلاعباته الصغيرات ولم يسعفه الحظ بنيل اللقب، مع أن لاعباته قدمنا مستوى فاق التوقع أمام لاعبات نادي أهلي عمودة. حالفنا الحظ، خسرنا بركلات الجزاء، إن شاء الله بالدوري تنعوض هالشي، ومبروك لنادي أهلي عمودة وهذا لك لأنه. يسعى الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة إلى دعم الرياضة الأنثوية هذا الموسم أكثر من المواسم السابقة من حيث التجهيزات والدعم المادي لتواكب رياضة الإقليم في القادم من الأيام. اليوم كان بداية بطولة كأس السوبر للسيدات، وهي تعلن عن انطلاق الدوري اللي راح ينطلق ب 31 الشهر إن شاء الله. كان كأس السوبر للسيدات العام 2019 تحت شعار النساء قادمات، وكانت المباراة بين نادي أهلي عمودة ونادي قامشلو اللي انتهت إلى فوز نادي أهلي عمودة. نبارك لهم الفوز ونقول لهم ألف مبروك إن شاء الله، ونقول هارت لك لنادي قامشلو، وإن شاء الله راح نقدم السنة مستويات أحسن من ناحية الرياضات الأنثوية بكل الألعاب، وراح يكون الدعم السنة دعم كثير كويس من قبل الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة. بداية الموسم الكروي في إقليم الجزيرة بالنسبة لسيدات كرة القدم بكأس السوبر وتتويج نادي أهلي عمودة باللقب على حساب نادي قامشلو، والجميع كل كوادر اللعبة بانتظار صافرة انطلاقة بداية الدوري في نهاية آب الحالي. عيسى شيخو لأرتا اف ام، ملعب عمودة المعشب.